نحن الآن على تخوم العاصمة دمشق في حي جوبر الدمشقي لنستطلع آراء المجاهدين المتواجدين على الجبهات بشأن ما حصل في خان الشيخ أو في مدينة التل أو حتى يعني في قدسية والهامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، طبعا نحن شفنا معنوياتكم، ما في داعي نشرحها للسادة المشاهدين، بس بدك تحكي لنا أنت شو رأيكم باللي صار بخان الشيح بالنهدان وباقي المناطق؟ يستفلوا نحن ما لنا فيه، نحن قلياتنا بالغوطة الشرقية من الأخوان المجاهدين من جيش الإسلام وفيلق الرحمن من الفسطاط، توحدنا بإذن الله ونحن لا نرضى بالهدنة إلا إلا على بوابة دمشق. نحن والمدنية أخوة وأهل، والمدنية اللي عنا بالغوطة أهلنا والأطفال أطفالنا، ونحن طالعين هون لحمايتهم، ونحن وهن إيد واحدة بوش النظام بإذن الله، ومن الغوطة ما نطالعين وهدى ما بدنا بإذن الله على الشام سوا نحن والمدنية. سمعنا امبارح انه كان في مؤازرات من الفيلق لجبهات جيش الاسلام، وبالعكس كمان كان في مؤازرات من جيش الاسلام للفيلق، هل هذا الخبر صحيح؟ تمام، نحن طلعنا امبارح لعند جيش الاسلام، وجيش الاسلام عم ينزل لعنا، والمدنيه عم بتآزرنا، المدنيه عم بتآزر بالخدمات، مي، طبيات، اكل، شرب، في تقصير، المدنيه ما قصروا معنا بالمره. ونحن والمدنيه والاطفال تبع المدنيه اللي نحن قاعدين هون كرمال الاطفال وكرمال المدنيه العجزه والكباريه، لانه عم نشوف عجزه وكباريه، نحن قاعدين هون كرمالهم وكرمال عيونهم، وان شاء الله تعالى على الشام لا نقبل لا هدنه ولا مصالحه ولا اي شيء بتاتا. بالنسبه للتهجير القسري بالغوطه الغربيه مو مثل اللي عندنا بالغوطه الشرقيه، لانه يمكن هناك في ضعف مع الدو وضعف بالمدو، اما الغوطه الشرقيه باذن الله صامدين وفي عنا كل شيء الحمد لله. بالنسبة للتهجير القسري اللي صار بالغوطة الغربية بمعظمية الشام وخان الشيح ودارية، كثافة ضغط النظام على البلد هني بصواريخ وراجمات وما خلى سلاحة إلا وما ضربه وطيران، قام هجر منا السوار والمجاهدين كلهم وسيطر عليها كرمال إنه يزيح الخطر عن العاصمة دمشق، ونحن هون إن شاء الله بالغوطة الشرقية صامدين لآخر قطرة دم بحياتنا. بالنسبة للي سلموا محيط العاصمة دمشق يسلموا عادي، نحن ما حنسلم ولا حنهادن لحتى آخر لحظة بحياتنا.